ما بين مؤيد ومعارض، رن جرس الطابور الصباحي لاستئناف بداية الدوام المدرسي. اتباشرت مراقبة التربية والتعليم ببلدية مصراتة عملها من جديد بوضع خطة استثنائية للبرنامج الدراسي العام، وبما يضمن حق الطلاب في تعليم أفضل في ظل تخبط الظروف السياسية والنزاعات في البلاد. فيه تأثير على الطلبة، وخاصة أن الطلبة يعني امتحانات الفصل الأول مازال ما دروهاش. يحبذا لو تتم امتحانات الفصل الأول حتى نضمن للطالب درجاته في الفصل الأول، وفي النهاية بكل ممكن حتى درجات الفصل الأول تضرب في اثنين ونطلع بحل. ولكن إيقاف الدراسة ومازال الطالب ما دارش امتحانات الفصل الأول فيها تأثير على الطالب صراحة. والعرب نايل المشكله هم الاولاد ما هما هذو ما يبوش يقروا، لان يعني يقول لك القذايف واش بعشني، احنا نبو نقروا باش المستقبل نتاعنا ما يضيعش، نبو ننشو. تو احنا ما نبوش نقروا عشان ما نبوش نمشي للمدارس، الحرب تنتهي باش نمشي للمدارس، ما لقيناش حد يوصلنا للمدارس. فبعد الجهود والخطوات الهامه التي اتخذت من الوزاره بعد اعتصام المعلمين ومباشره الدراسه، توقفت لمدة شهر بعد إعلان غرفة الطوارئ حالة النفير العام. غرفة الطوارئ بمدينة مصراتة أصدرت قرار بإيقاف الدراسة اعتبارا من 7/1، قرار رقم 1 لسنة 2020، وأمس طلعتنا بقرار آخر بشأن عودة الدراسة اعتبارا من الأحد 9/2. على الفور فتحت، نزلنا هذا الإعلان وفتحت المدارس أبوابها. لم يجد هؤلاء الطلاب وبعض من ذويهم مكانا غير المدرسة لتحقيق الهدف المنشود نحو الأعمار والتنمية والبناء، ولتستعيد المؤسسة التعليمية في مصراتة عافيتها من جديد. إسلام الأطرش، ليبيا الأحرار، مصراتة.